تعال نتعرف كمان على آلاء وآية. ما احنا خلاص اتعرفت على آية صح؟ انا عايز اتعرف عليكي انت بقى، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام. انت منوراني، ايه الازرقات الحلوه دي والالوان اللطيفه دي؟ عملنا المعرض كتير، عملنا المعرض وجبت مركز رابع. ما شاء الله ما شاء الله عليك. طب قولي لي بقى هتعملنا اكل ايه النهارده؟ انا هعمل فاهيتا. برافو. والزبد الاول. الله. وايه تاني؟ ايه فلفل احمر والخضار. فلفل احمر والفلفل والاصفر. شطار ما شاء الله عليكم. طب انا شايف كمان من هواياتك سباحه والعاب قوه، وكمان عندك مشغوليات يدويه واستعراضات كمان، وعندك كمان انا اتفرج على الصاله كل يوم على الفيجن كتير. الايه يا حبيبي؟ اتفرج على الصاله كل يوم كتير. شطوره. حلان ترك كمان الاء تجيبها لي، الاء بالذات الاء تجيبها لي. مسلسل علاء زيزو. علاء زيزو علاء زيزو جدا. تطلع مع المسلسل علاء زيزو. ايوه انت. انا ايوه المسلسل علاء زيزو. ياسمين. ياسمين علاء زيزو صح. انا مين علاء زيزو؟ ايه المسلسل. انا طلعت معاه. علاء زيزو دوله يجي في المسلسل. دوله ده بتاع راجل ستات. يا بنت ستات. ايوه راجل ستات. صح. اوكي ماشي. طيب خلينا نرجع لحاجه مهمه جدا هقولها للناس عشان اعرفهم على حضرتك اكتر. انت كمان في الفرقه الثانيه كليه اداب. صح كده؟ ثانيه. ايه؟ ثانيه. الفرقه الثانيه مظبوط؟ طيب. أوه. يلا بينا نطبخ، واحنا بنطبخ ندردش عشان وقتنا ما يروحش مننا. ايه رايكم؟ اوكي ماشي جدا. نسمي بالله ونتوقع على الله. اتفضلوا يلا. كمان معانا ان شاء الله بعد الفاصل هيكون معانا كمان كريمه ومعانا نور. عشان بس ايه؟ ايه؟ شيفه وقلاء. ما شاء الله. انا هجي لكم بقى في كام بكره اشوف حكايتكم ايه بقى، عشان انت شطار قوي ما شاء الله، وعاجبني كمان الدويتو اللي ما بينكم. طب انا عايز اسالكم سؤال بقى. اتفضل. احنا هنعمل مسابقه ولا هنبقى مع بعض؟ مع بعض. احنا مفيش حد هيكسب ولا حد يخسر. ما هو احنا لو مع بعض. انت اكتر. ما انت هتقعد على الكرسي. انت هتقعد تشوفنا احنا هنعمل ايه. ماشي بس انا عايز افهم، انتوا دلوقتي في مسابقه، يعني ايه مسابقه؟ يعني في مكسب وفي خساره. في حد هيبقى عامل اكل حلو، وفي حد عامل اكل ممكن نص حلو، فاللي عامل حلو ده هيكسب رقم واحد، واللي عامل نص حلو ده انا. ايه؟ انت حلوه وانت حلوه. بس يبقى عايزين اكل حلو جدا، وعايزين كل واحد يختص بالطبق بتاعه عشان نشوف اخباركم ايه. يلا بينا يلا بينا.